الاستاذ خالد علي طلب من الدوله التزام الحكومه بتقديم صوره للقلاص من الخطابات اللي ارسلتها مصر وكل مصريين بريطانيا وامريكا والسعوديه عام 50 تحترم فيها براف العالم المصري على جزيرتي تمام وصنعاء. تقديم الخطاب المصري للملك السعوديه الملك عبد العزيز ال سعودي لمصر. تقديم كافه مبادرات ورقاب معارض الاعمال اللجنه المصريه السعوديه التي عقدت 29/21/10 حتى 4/4/16. الحقيقه يا ريس احنا بقالنا جلسات كثيره الهيئه الموقره تبذل مجهود مبني وهذا هو عهدنا بمجلس الدوله المصري وبهذه المنصه العاليه. لكن في الحقيقه نحن امام مراوغه من الدوله في الامتناع عن تقديم المستندات التي لم نتوقف عن طلبها طوال الجلسات الماضيه. لما قدمنا تقرير صادر من مجلس الشورى بشكل واضح وصريح بعد الاستماع للمشير ابو غزاله وبعد الاستماع للدكتور عصمت عبد المجيد والدكتور بطرس غالي قال الجزر مصريه، يجي النهارده يجيب لي ورقه يقول لا ده السعوديه تنازلت عن هذه الجزر لمصر لمده 90 سنه. طب يا سيدي انا مصدقك، هات الورقه، هات الورقه بتاعت 90 سنه دي. القضيه دي تحسم ب 13 مستند فقط، والله كمان مرة لو بتاعتهم ياخدوها، لو بتاعتنا حقنا 13 مستند. أقدم للهيئة الموقرة بعد ما خدت تصريح من هيئة المساحة المصرية خريطة مصر صورة طبق الأصل 1912 و1913 بها الجزر مصرية. أنا ريس بس بقدم ده، حضرتك تضاهي الأصل وتستلم الصورة. الفرق بين اللي هم مقدمينه واللي احنا مقدمينه ترجمة كلمة الكوليشن اللي هي ليها أكتر من معنى، ربما تبقى احتلال، ربما تبقى سيطرة، ربما تبقى إشغال. في ترجمتنا امتلاك وإشغال، في ترجمتهم سموها احتلال. وأنا رئيس الجلسة القادمة أستاذ الهيئة الموقرة أن تسمح لي بإحضار شاشة عرض وبروجيكتور، لأني هوضح للهيئة الموقرة بالصوت وبالصورة ما مدلول هذا اللفظ من واقع وثائق القوات المسلحة المصرية بالصوت وبالصورة. فالهيئة الموقرة تسمح لي، الهيئة الموقرة تسمح لي بهذا الأمر. دي حافظة هيئة قضايا الدولة، الفرق فقط في كلمة الكوبيشن. تصادف 85 رئيس جمهورية خالد علي عمر جلسة 19/12/16 إجراء تعقيب وكلف هيئة قوى الدولة بإعداد تقرير الرأي القانوني قبل الأجل المشار إليه. نعم الجلسة عسكرية عسكرية عسكرية.